الرحمن الرحيم إلى رئاسة مجلس الوزراء وزير التربية. نحن لفيف من الطلبة المراحل المنتهية. عودتنا وزارة التربية بقراراتها أن يكون هنالك دور ثالث منذ عام 2014، ولكن تفاجأنا بأمر من رئاسة مجلس الوزراء إلغاء الدور الثالث، علما أننا اعتمدنا على هذا القرار وأجلنا بعض المواد، لكن تفاجأنا بإلغائه. نرجو من سيادتكم النظر بعين الاعتبار حيث ما يدور في العراق من أزمات، وعلى الدولة مراعاة شبابها وطلابها وحثهم بشكل حقيقي في أخذ دور مناسب في هذه الدولة، التي صنعت أحسابها الخراب وفي كل مفاصل الحكومة العراقية، فبعضها لا يمتلك قلم الرصاص، والبعض الآخر يمتلك ما يطيب نفسه من الرفاهية. أزمات عديدة لا نريد ذكرها ونعيد العقبة بكلامنا هذا، ولكن سوف نقف أمام وزارتنا نقول كلمتنا هي: أولا، قرار الدورة الثالث للمراحل المنتهية، السادس الإعدادي والثالث متوسط، قرار الانتساب اختياري، قرار التحميل للسادس الإعدادي واعتبار السنة عدم رسوب للسادس الإعدادي. وبالختام النظر بالعين الأبوة للطلاب الذي لم يحالفهم الحظ وشمولهم مع الطلاب الدورة الثالث بإعطائهم الدخول الشامل، وإن لم يتحقق المطالب فسوف نلجأ للتصعيد السلمي ونبدأ اعتصامنا المفتوح أمام وزارة التربية، ويكون ساري حتى إعطاء الدورة الثالث، ومن الله التوفيق. طلاب طلاب طلاب.